مش فيك يا سعيد. ما فيني شيء. ما أدري، أحسك بعيد، ما أدري صاير لك، معاي مو معاي. فكري مشغول. فكرك مشغول في شنو؟ شركني معك. أفكر في الفيلا اللي تكلم عنها فيصل. حلوة وشرحة، وإذا عندك فلوسها توكل على الله. الفلوس الحمد لله جاهزة، وأنا فعلا أفكر جديا أني أخذها، وذيك الساعة يمكن تتحسن نفسيتك. نفسيتي تتحسن؟ ليش؟ من قال لك أنها تعبانة؟ يا مها أنا مو بغريب عنك، أنت من سكنتي هني وأنت كل متوشرة ومتوترة، ما تتصرفين على طبيعتك. الوضع جديد علي، صار لي 37 سنة قاعدة في نفس البيت وفجأة أتركه، يبي الوقت على ما تعود. يعني مو أمي السبب؟ أمك اشتخلها. يعني تتنقرش فيك أو تحاول تضايقك؟ مو صحيح، أمك ما في أطيب منها وتحبني، ولها مواقف معانا طول عمري ما أنساها، وإذا أنت لك مواقف ما تنعد، أمك بعد لها مواقف ما تنسي. طايح في عيني، ما تعرفين تجذبي. انا مالي برضه اسولف. تصبح على خير. هاي وين رايحه؟ شنو تصبح على خير؟ حطي لي العشاء. انت كم من مره تعشى الله يهداك؟ يا الواحد بعد انت قاعد شي يسوي غير انه يمتع نفسه؟ والاكل متعه، حرام امتع نفسي. مش فيكم؟ عبالكم أنا وايد متأثرة علشان تعقدون اجتماع؟ لا تكبرين يمه، ما هو بسهلة على أي وحدة في هالسن أنها تتحمل صدمة زواج ريلها بدون علمها. أي سن أنت بعد؟ أنا توني صغيرة، ما أكذب عليكم أنا انجرحت بس خيرة، أبوكم ما ينبقي عليه، طول عمره يلا نفسي وما يعرف عن مرأة ولا عن عيال. وانت خيرات، ايش دعوة مسكتها؟ سمعتك ها؟ لو مو بأنا كان عشتوا في خرابة مثل أخوه. أنا اللي صنعته من خيري، صار تاجر وصار عنده خير. يا يمه كل هالكلام ما له معنى الحين، المهم أنتي. أنا ما فيني شيء، أنا بسافر وبستانس في حياتي. متى داش العدة؟ إيش دعوة؟ أمي طبالة. إيش عدة أنت بعد؟ عدة الطلاق، ولو أني ما كنت أتمنى أن الأمور توصل للطلاق. وانت شبيدك علشان تتمنى؟ ولا تبوني اعيش معه وانا كارهته؟ وش كثر عدة الطلاق؟ انا مالي عدة، انا صار لي اكثر من 10 سنين شبه مطلقة. هو الله شيء، ابوكم يتشبب وانتو تبون تحبسوني في البيت بالشهور. ما يصير يمه. يصير او ما يصير، انا خلاص حجزت، وجهز نفسك انت بعد. أمي عبالها أنا عنز، وين ما تروح تسحبها وراها. تقدر تسافر يا فيصل، المطاعم الحين الحمد لله ماشية تمام، وأمك محتاجة لوجودك وياها. أنا في بالي ألف شيء وشيء، ما أقدر أتحرك من هني. مفكر أفتح محل العطور العربية. وأنت شعرفك في العطور العربية؟ الجازي قالت لي إن هالة عندها الهواية. خبري هوايتها الطبخ والعطور، بعد بجيب الخلطات من دبي أرخص بالجملة، ودهن العود الطيب من الهند.
هاي لقد عمك تروح دبي عن طريق الهند. ايش فيك انت؟ تبيها تذبحني؟ امي هذه خشمها فوق انفيسه ما تسافر للبلدان اللي ما يحتاج. وابوي النحيس ما تزوج الا يوم فكرت اتزوج. والخير يروح حق غيري. ليش؟ هي عندها بوي فريند. ايش هالكلام؟ سعاد ما تعرف هالسوالف. ايش درك؟ ما تقعد بالدوحة اسبوعين على بعضهم، وانت قايل انها تصرف ملايين بالسنة، على شنو تصرفهم وعلى منو؟ اكيد تعرف احد. ما احب اسمع هالكلام. سعاد مرة شريفة، ومهم مالت هالسوالف المسخة. ما ترضى عليها؟ وهي اللي ما تعرفك من 10 سنين؟ مهما كان بنت مرتي وام عيالي وسمعتها من سمعتي. انا ماني عارفه الخير اللي تنطره من وراها. انضامنها بتموت قبلك. انت كلامك صاير مثل السم. انا ماني عارفه السبب زعلك. مره ما تدري عنك ميت ولا حي، مريض ولا صاحي، مرتاح ولا زعلان. حتى يوم ازمتك ما وقفت معك بريال واحد. تساعد يا ما وقفت معاي وساعدتني. انت ايش تبي الحين؟ متحسف ليش تزوجتني؟ حتى انت صرتي ما تقعدين في البيت، كله برا. هاي انطر بالساعات لين تجين. البيت مهجور، العم برا، والبنت سايرة على خطاها. عاد صدقين عمتي بخاطري اروح معك. بس شنو؟ ترى انا ما احب المفاجآت. قولي لي ايش عندك هني؟ ولا شيء. ايش عندي هم؟ انت عمرك ما سافرتي، وعلى قولتك ما عندك شيء هني. فعلا همتي كلامك صح، بس احس مو فرحانه، كان احد مسوي لي عمل صادني عن السفر. وانا اللي كنت حلم اروح لندن وباريس، ما ادري ايش فيني الحين. خلي عنك الكلام اللي ما له معنى والخرابيط هذه. بعدين اي عمل؟ من اللي يسوي لك عمل؟ عيل محسودة، أكيد محسودة. شوفي عاد، أنا مسافرة وفيصل بيه معاي. تبين تين معانا تستمتعين حياك الله، ما تبين تردين تقعدين عند خواتش لي ما رد أنا. لا 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 عمتي، لا خواتي لا، ما بي أروح لهم. شنو عمتي أنتي متمللة مني؟ لو متمللة مني كان قلت لك في وجهك، بس أنا ما أقدر أحدش في البيت بروحك. أنتي الحين مسؤوليتي، ومو بعدلة إني أخليش في بيت كله صبيان. ايش تسوين هنا؟ انطرك صرت ما تحب تقعد في الغرفة، قلت خلني اشاركك الصالة. طالعني احاكيك. انت ايش تبين؟ مش حقه تنفت، تعال اقعد معاي شوي. مالي مزاج، بروح انام. مزاجك راح معاها؟ ايش هالشكوك السخيفه اللي مالها داعي؟ اذا مجرد شكوك بشيلها من راسي، بس اشوف المسائل تطورت وصرت ما تفارق الصاله، وهذا مو من صالحك. يا سلام، ليش يعني مو من صالحي؟ مو من صالحك وخلاص. ناصر لا تصير مراهق مثل ابوك. انا ترى انت ترى مو عارفه ايش تقولين، قمت تخورين وتنشبين، صايره ممله.
لفيتي لفيتي وعقب رديتي لي يا ريم. أنا ما عندي أحد أقدر أقول اللي في قلبي بصراحة أو خوف أو تردد غيرك أنت يا شمس. دام إنك عارفة هالشي ليش خنتيني؟ ما أدري، بس يمكن حبيت أثبت حق نفسي إني شاطرة قوية. وأنت بعد ما قصرتي فيني. ما علينا، خلينا نفتح صفحة جديدة. أنا محتاجة حق أحد يسمعني. وأنت مرتاحة مع أمي؟ شي أقولك، ملوع كبدي يبيني أجاب له 24 ساعة. بالأول يوم كان يروح عند العيوز كنت مرتاحة منه، لكن الحين لا شغل ولا مشغلة. والله يعينك. وعبد الله إيش فيه؟ بخير؟ متحسف إنه ضيعني من إيده. يعني إذا طلقتي بيتزوجك؟ لا، وهو يقول كذي، بس أنا متأكدة إنه ما يفكر فيني كزوجة. هو مستمرة معه؟ أحبه وقلبي مو ملكي. شتنهيدة لا يكون حبيتي. حبيتي شمس، ومن أول صفحة. أنت تدرين إن ما بيننا كلام، أهو ما يتقبل مني أي كلمة. ما ينلام، بدال ما تدخل معاك شريك دخلت الغريب. يا دحية تطلبين مني طلب ولا تعاتبيني؟ اسمعني، السالفة تجر سالفة، المهم تكلمة تهز شوي. هو صاير مثل المسحور، ما يداني يسمع كلمة مني ولا يداني يقعد معاي. ما تتصورش قد تغير علي. أنا عمري ما تدخلت في علاقتكم، بالضبط مثل ما أنت وريلج ما لكم علاقة بحد. ليلى لما صدتك تقول هالكلام؟ ليلى ما لها خص، أنا قلت حقيقة هالكل يعرفها. واسمحي لي. شو اسمح لك؟ ناصر تغير علي، وانت ما يرضيك إن واحدة غريبة تاخذ الريال عن مرته وعياله. كنت متوقعة تقولي تعالي قعدي معي. ما أدري، يعني إحساس غريب الليلة، وفعلا إحساسي صح. سمعت إن ناصر مهتم فيك وايد. شي راجع له. ليش؟ لا يكون تغار. أغار من وشو؟ من فضلك تكلم بمنطق. انزعلت؟ أتغشمر معاك؟ في أشياء ما يمزح فيها. أنت على طول كذي جد؟ سمعي يا ريم، أنت توك صغيرة وما فاهمة الحياة ولا شلون الناس تفكر. وناصر عنده أو كانت عنده شوية مشاكل، ولقيت قدامه واحدة حلوة وصغيرة تعلق بها أو توهم أنه متعلق بها. انصحني. لا أمرني، كل اللي بتقوله بنفذه من غير تردد. قللي من قعداتك معه وفهميه انه ريال متزوج ما هو بحر، وانك لا يمكن تفكرين في واحد مرتبط. منفذ كل اللي قلت لي اياه من غير ما اجرح شعوره، ما عدا الشطر الاخير. مو صحيح، لأن أنا ما عندي مانع أتزوج إنسان متزوج إذا كان يحبني وأحبه. وين كنتي؟ كنت في المول. كل هالوقت في المول ما أشوف شريتي شيء.
والله ما عجبني شيء وقعدت في الكوفي شوب. ومن هي اللي كانت قاعدة وياك؟ وانت ايش دراك ان في احد كان قاعد معي؟ الدراول قال لي. تسأل الدراول من وراي؟ مو عيب؟ لا ما بعيب، لازم اعرف وين تروحين وين تجين. والله عاد انا ما تزوجتك علشان تسجني، انا متعودة اروح وياي. ومرة ثانية اذا بغيت تسأل اسألني انا، لا تسأل خدم عشان لا تحرج نفسك ولا تحرجني. اوف عيشة تزهق. لابد بي يوم بتعرف ديك الساعة بتكون صدمتها فيك اكبر من صدمتها في ابوك. انتي ما تعرفين امي ايش حقها شايلة همها. انا عارفك انت وما بيك تحس بالذنب اتجاه امك والسبب انا. زين هذا هي تقبلت زواج ابوي؟ من قال لك تقبلت؟ هذا هي تطلقت منه، واذا انت سويت مثل ابوك امك بتحطم عدل. قولي ما ابغي اتزوجك وخلاص. اتزوجك بالسر؟ لا. من قال بالسر؟ اخوي علي ومرته بيحضرون زواجنا. ما تبي امك تحضره؟ هي اللي ما تبي يننتني، على بالها لين الحين بيبي. غسلت اسنانك، تعشيت، سوي كذي لا سوي كذاك، تمللت والحين تبيني اسافر معاها؟ حالفه ما تسافر من دوني. وانت مستعجل تبينا نملك بالسر عشان تقدر تسافر؟ ابغي اسافر وانا مطمن، اخاف يتقدم لك اي حد وانا ما حد. تقومين توافقين بس عشان ما عندك ثقه فيه. بالعكس انا عندي ثقه فيك يا فيصل، انا مو مستعيله على الزواج، بنتظر لين تتحسن الاوضاع. انا احب اللون الفستقي، اجمل لون عندي الفستقي. انتوا ايش تبون مني الحين؟ انت شاب وسمعتك زينه وبصراحه ما فيك عيب. ليش تقول لي انا هالكلام؟ لاني ابي مصلحتك. ومو من مصلحتك الطالب بشيء ما هو بلك. انت شاب وفي اول حياتك، باكر تروح تقدم حق اي بنت اهلها بيسالون عنك. والدوحه صغيره ما في شيء يخش، بيقولون هذه كان متزوج وبهدل زوجته في المحاكم، والشرط عليها تدفع له ترضيه عشان يطلقها. وهذا الكلام يوجب، لكن لما تنفصل من غير ما تبهدل الانسان اللي عاشرتك الفتره تطلع ريال وبتترك اثر طيب عند الكل. أنا مضايقك بشيء؟ لا أبدا. ليش كل ما تشوفين تصدين عني؟ ما أبي أسبب لك مشاكل. مشاكل؟ ليش في أحد قايل لك شيء ولا مضايقك بشيء؟ ناصر زوجتك تعاملني كأني حشرة، يحق لها معذورة تحبك. وأنا ما أحبها وأقدر أوقفها عند حدها بعد. لا يا ناصر، من الأفضل إن إحنا ما نكلم بعض. عايشين ببيت واحد ما نكلم بعض؟ شو السبب؟ قنعيني. سبب مرتك بعد، في سبب ثاني أهم من مرتك؟ أسباب وايد، بس أنتي مو معطيتني الفرصة إني أرتبها في ذهني عشان أقول لك إياها. سعيد شو اللي غيرك علي؟ الفلوس؟ مها شو هالكلام الغريب؟ غريب؟ جايز، بس أنا ما عندي احتمالات ثانية. يعني أنا لما صارت عندي فلوس وايد
تغيرت عليك؟ ذمتك، ذمتك أنت سعيد اللي عارفه. قبل كنت تسوي كل شيء، مو بس لي، حتى خواتي تفكر فيهم. الحين لا تدري عني ولا عن خواتي. مو بصحيح. توني أنا وعلي مع أحمد ري الهالة، وأقنعناه إنه يطلق وبدون مقابل. صج؟ هو وافق؟ وافق. وليش ما قلت لي عشان أفرح؟ خفت يرد البيت وبوه السوسة يفر راسه. قلت أنطر لباكر وإن شاء الله كل شي بيبان. شكرا يا سعيد. على شنو؟ هذه فكرة علي؟ هم أنت بعد لك دور. أنت طول عمرك تسعى لنا بالخير. توش تقولين إني تغيرت وما عدت أفكر فيكم. فعلا يا سعيد، أنا حاسة إن في قلبك وايد أشياء وما أدري متى تصارحني. تفكر شنو؟ بتزوجها وتكررها مرة ثانية؟ أنت بتذبحني؟ ليش يا يبغى؟ ليش بذبحك؟ انت مفروض تاخذين الموضوع بكل هدوء. هذه بنت عمي وام لحمي ودمي ومسكينه ويتيمه، بعدين الواحد يطلب اجر. يعني انت الحين قصدك خير؟ ايه يعني تقص على من انت؟ البلد متروسه ايتامه، هيا نروح. تزوجت لك ثلاث مره واحده. ايه صح، بس هذي مو من لحمي ودمي. يا سلام يا حنين، وإن كانت هالمشاعر الإنسانية قبل. على التنازعات خلاص، أنا قلت لك قراري، والمفروض إذا أنت تحبيني تفرحين. أفرح؟ تبيني أفرح وأنت مخطط تتزوج علي؟ وين بتحطها؟ في الغرفة الثانية ولا معانا في غرفة واحدة؟ للحين ما تفهمت معاها على التفاصيل، بس عاد اللي تبيه يتامر أمر أكيد بسوي. وتقولها بكل بساطة؟ خلاص هانت عليك العشرة؟ ما تنفع؟ لا لا عاد، لا انتي تبقين ام البنات لج الكرامة والحشيمة، بس عادي يا سوسن انا ريال وانتي كبرتي وانا بستانس بحياتي. داخل عيوني عيوني وخلت الزهر فيها مؤبد 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 ولا اعدام. عقز الشوق وتغمض جفوني جفوني ونار في قلبي توقد توقد توقد. وجع حين وجعتين. من عند الباب؟ كيف بيتك تسأل؟ أنا اللي أسأل، فهم؟ من عند الباب؟ هذه قلة أدب، من يجينا هالحزة؟ خش، انخش. انخش؟ إيه انخش، أخاف المدام ترجع وتشوفك وتزوي لي ألف سالفة وسالفة. إيش علي أنا؟ مو منخش. زين زين وين جاي تاخذ الاجار الحزم باكر؟ ما سمعت المثل يقول صباح رباح؟ صار لك ثلاثة شهور ما دفعت، معك لين بكره تدفع اللي عليك وتطلع من الشقه.
شلون اطلع؟ عليك شكاوي وايد، وبصراحه احنا غلطانين سكننا واحد مثلك. انا غلطان اللي اسمع كلامك انت ومعزبك. يلا كلامه مثل السم، ما يدري عن نفسه، يتكلم كلام غريب. يبيني افرح له، انا كبرت وهو صغر. بموت من القهر، بموت. بسم الله عليك اختي، انت عندك عيال اهتمي فيهم. انت غبية ما تسمعين شو اقول؟ اقول لك بيتزوج علي. ريمو من دشت هالبيت وانا قلبي مقبوض، وانتي مصادقه خواتها وطايره بهم. هي الاكيد كان عندك خبر ان يخططون ياخذون ناصر، واحده ناصر والثانيه فيصل، ومنو بعد عندهم عشان علي. ذمتي مو بصاحين، احد يرتب هالحزه؟ اتركيهم، الاولاد فرحانين، اول مره بيروحوا على البحر. هالمره بنروح وبنوديك معانا. لا وقررت عني بعد؟ مو بانا ريال البيت الحين. ريال البيت يشاور هلا ويقررون مع بعض. يا ريت عمت نروح كلنا عشان نستانس مع بعض. عمي انا ما عندي مانع، بس ان شاء الله بكره تتيسر اموري واعزم معاكم. انت في الحالتين محتاجه تغيرين جو، عزمي من الحين. زين انت ما عندك اجازه؟ انا دبرت نفسي، رئيسي عطاني اجازه لمده يومين بالاضافه الى الجمعه والسبت، صاروا 4 ايام حلوين. انزين وما هو سعيد؟ فيصل حاجز 4 فلل. والله الريال كريم ويحب سعاده الناس، عسى الله يوفقه ان شاء الله ويهدي امه ان شاء الله. يا ريت تجي معانا واحنا متوصفيها. بنطقها طق. وانت شلك بهالسوالف؟ ما شاء الله على اخوي كل شيء عارفه وتفتخرين به بعد. لا يبا لا تطقها ولا حد يجرب يمها، هذه حماة المستقبل. ايوه بلشتي تدافعي عنها. والله فكره، ليش ما تقنعين فيصل يبها معانا؟ اهو مو يبيها تشوفك. خلاص على قولتهم تشوفون بعض في مكان محايد وكل واحده محتفظه بكبريائها. والله فكره معقوله. يلا قومي اتصلي اشتمطري بعد. يمه حبيبتي طالبش طلبه قولي لي تم. اول عارف شني يمه؟ ما يرد الكريم الا اللئيم، لا تصيرين عد لئيمه. فيصلو تحكي عدل اخوك كف على وجهك. صرتي جاسيه يا امي، بس ما يخالف انت امي جنتي وناري. اخلص علي يا فيصل، ايش تبي؟ ابغي اونسك، انا بسافر معاك مكان ما تبين، بس قبل لازم تقبلين عزومتي. وين؟ مكان شاعري. تبين الصج؟ انا ما شفته، بس يقولون شاعري. حيث الهدوء، النسيم العليل، البحر الجميل والوجه الجميل. اي وين عاد؟ الشاليهات. خلاص دن؟ دن. هذا استخف فعلا. وانا حاسه بالذنب. ليش؟ انت شي خصك؟ اذا قلت لك بطح من عينك. جربي. ولو طحت من عينك بتمين في قلبي. علي اتكلم جد. اي وانا اتكلم جد. لما سوسن شكت لي حتى وهي تشتكي وحزينه كلامها كان جارح لي، حملتني مسؤوليه زواجها من قبل، والحين بعد تحملني مسؤولية زواج ريالها. وبعدين؟ أخاف أطيح من عينك. لحول كملي عاد يا ليلى، أسمعت. كنت في داخلي أقول تستاهلين، شمتانة فيها بس غصبا عني، هي اللي قست قلبي. أنت بروحك تدري وتشوف وتعرف هي شلون كانت تعاملني وشلون تتجاهلني.
صرت شريرة غصبا عني. أنت ما هو ملاك علشان تتحكمين في مشاعر جديدة كرت فعل على مشاعر قديمة. أنا ما لومك يا ليلى، بس أهي الحين محتاجت لك كصديقة وكأخت. بس أخوك مصمم إنه يتزوج. بس اللي مصمم عليها ما تبي ولا تفكر فيه حتى. أنا عارف شو تفكر فيه وشنو اللي قاعدة تخطط له. وين راح واقي الشمس؟ هذا؟ لا لا عمتي ما يصير كلكم تروحون وتخلوني بروحي. ناصر وسوسن بيتمون هني. وانا شو اسوي في ناصر وسوسن؟ اصلا انا بتملل بدونك. ما عرفنا لك سفر وما تبين تسافرين معي، والحين بتتمللين اذا غبت يومين. اصلا انا اتملل لو انت غبتي عني يوم واحد مو يومين. خلاص بي معك. خواتش بيكونون هناك وانت ما تطيقينهم. عمتي انت مثلي الاعلى، وإذا أنتي بتتحملينهم يومين علشان خاطر فيصل، أنا بعد بتحملهم علشان خاطرك. خلاص ذهبي أغراضك، وإذا ناقص الشيء قولي لي. يلا إن شاء الله عمتي. الواحدة مننا لو كانت ميتة مشان تتطلق أول ما بصير الطلاق بتزعل وبتحس إنه ناقصة شيء. وأنت للحين مصرة على رأيك؟ ليش أنا ملاقي حدا أحكي معه؟ بابا مو فاضيلي منوب، وخالك معني فوق أصلاً لحتى حاكي. ليش أنت شناقصك؟ أنت مو مرتاحة معانا؟ عاد هذا سؤال يا هالة، شناقصها بعد؟ ناقصها تحس إنها متزوجة صج؟ لا أنا شبعت من الزواج، اكتفيت خلاص. وإذا بدك إحساس الحقيقي أنا كتير مرتاحة معكم ومالي حاسة إني غريبة، ولو علي بضل عايشة معكم. خلاص أيان قاعدي معانا، أنت الوحيدة اللي منستني. ترى أن رحتي بزعل، والله العظيم إني بزعل. بس خلاص ما داعي تحلفين، المرة مصدقتك وأنا كمان إذا رحت بزعل. خلاص حبيبتي أي اعتبر البيت بيتك وإحنا خواتك، واللي يصير علينا بصير عليك. لا تزيديني على ما فيني، احس راسي بينفجر. عيلانه شو اقول؟ خدت واحد كبر ابوي علشان يدللني، ما حصلت من وراء الا التعب والقلق. شو هالكلام اللي غير؟ يا شمس انا قصرت عليك في شيء؟ بتعايرني بالفيلا اللي كتبتها لي؟ بس الفيلا؟ نسيتي الساعات والالماسات؟ بس 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 ولي يرحم والدينك. قالت لي امي تدفنين شبابك من غير مقابل، ما صدقت. قولي يا اخي ايش ذنب هالياهل لما ينولد ومستقبله غير مضمون؟ انت ايش تبين مني الحين؟ تعوض اللي راح، ولو اني خايفه تموت قبل لا تعوض لي شيء. هديت المقاولات وقعدت مجابلني. تحرك يا اخي سوي شيء، ذبحتني. صار لك سنين تشيش منه هالشيشه اللي ريحتها خايسه، ما حد قال شيء. هذه هي بلع عطور مركزه مو بعاجبتك روايحها. زين حاطت لك خدامتين ايش حقه؟ منينه؟ انا مو بقايل لك سوي لي شاي، وين الشاي مالي؟ اكيد دله هناك، قوم بروحك وصب. لا تشاقبني انا بركز في شغلي. يا انت مسويه الصج ورا ما اخذها الصج. انت ما تدري الاسبوع اللي راح ايش كثر انا بايعه، وخاصة خلطة مها. خلطة وشو؟ مها ما تسمع. اوه انت مسميت؟
ايه مسميته على مرت ولدي. يا خلاص رضيت عليها طاح الحطب. انا احبها من زمان بس تعرف الشيطان احيانا شاطر يلعب بعقلي. ولا مرت ولدي ما شاء الله عليها ما عليها قصور. عندك سالفه انت بس. شو تسوي انت هني؟ مثل ما تشوف اشتغل. شغلوك عندهم بعد؟ انا شريك معاهم للعلم فقط. شريك زين. وهم وينهم؟ ما ادري. قول لهم ابوكم يبيكم انت يا تلفون 100 200 الكثروا 500 وانت تبي 5000 ايش حقك؟ الحين بتعطيني اياها السلف ولا الزكاه وبعد تحدد المبلغ على كيفك؟ ها ايش تبغي ب 5000؟ كنت تشتري بها من هالمخزي اللي تلتحها كل يوم؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوي محتاجه علي ديون. انت انا من عرفتك وانت كله مديون. امتى انت ما ندنت انت كله مديون وبس. عندك ولا ما عندك؟ لا ما عندي. ما عندك ونسوي معاي تحقيق شلع الاسئلة. صج ما تستحي انت والله اللي ما تستحي. انا ابو غيرك وهيك مقصود بمرقة. تدري انا كم مرة مسلفك؟ نو انا سلفتك اكثر من 4 مرات ولا مرة رديت علي. روح يا ابوي روح الله يسهل عليك. روح روح يلا وروح. مالت عليك وعلى اللي يحتاج لك بعد. بل عمتي كل هالاغراض حق يومين. ايش دراني عن هالي؟ هي اللي كتبت هالقائمة. واحد على البحر يا طبوي. تعالوا نسينا الشيبس. ما نسينا شيء موجود تحت الاغراض. عمي علي قال بيجيب اللحم واحنا بنشويناك. عمك علي سوى كل شيء علشان يسعدك. الصدق يسعدنا كلنا. انا قمت استحي منهم من خالتي ليلى على كثر خدماتهم. هم يخدمونكم بدافع الحب واللي يحب ما ينتظر غير الحب. وامري لك بنتي للحين ما صارت وتحملي تقولي هالكلام قدامها. يلا تحركوا وتاخرنا. ما قال الشيء بيفينا؟ من غير ما يقول. أبوي خسر في البورصة للمرة الثانية وهالمرة بتكون الأخيرة. إيه؟ مسكين. وكم خسر؟ سمعت إن المبلغ كبير وأعتقد إنه يبي له سنين لين يوقف على ريله مرة ثانية. إيش له بالبورصة وأهوالها ورزق الله على السيف؟ بعدين إيش فهمه في الأسهم والسندات؟ هو إنجليزي حتى ما يعرف. ما أدري إيش صار له. صار بتهور في كل شيء. زين وش يبي منه؟ نواسي؟ نواسي؟ لا يا عزيزي. أكيد يبينا نوقف معاه. أنا مستعد أوفر له الوجبات الثلاث والدليفري بعد. فيصل لا تشمت في أبوك. زين وشلون نساعده؟ ما هو بنت اللي تحدد. أكيد هو بيقول لنا شلون. لكن أنا ما عندي استعداد أساعده ولا بريال واحد. فهي المقلب اللي شربته منه. بعت بيت زوجتي عشانه ولما صار عنده اشترى بيت حق زوجته الجديدة وما فكر يرد لي حتى لو جزء بسيط من فلوسي. يلا والرجال عشان تلاحقين ريلي. انا كلمك مالك كلام معي. اعتقد ان ريلك عندك. قولي لي اي شيء في خاطرك. يكون في علمك انه يتسلى. لقى وحده قطه نفسها ليه قالت سلى. وي واللي يتسلى يقول ابي اتزوج.
كل الشباب لما يبون يوصلون لغرض معين يقولون هالكلام. صجعت؟ لا تسوين روحك ذكية، ما في شيء يجذب، عدسات وأصباغ وقلة عقل. والله مسكينة تكسرين خاطري يا سوسن. ينطبق عليك المثل اللي يقول اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول قول. احترمي نفسك عاد، ولا شلون تحترمين نفسك وانتي وب محترمة كلش. حدك عاد حدك، ترى عورتي راسي. اصلا انا عمري ما فكرت في ريلك، بس سوسن لا تخليني اقلب السالفة جد، عناد فيك وشردك انتي وهالسيابيلي جايبت لنا اياهم. فاتح ومالك كلام معي، خلاص الاجار بيوصلك اخر الشهر، وماني بطالع من هنا الا لما تدبر لي شقه. مو على كيفك تطرد الانسان بدون وجه حق. ولا الانسان ما عنده احساس ولا يحترم الجيران ولا يلتزم بالاجار، شو يسوون له؟ احترم نفسك يا ابو حلامي عاد، استحي على وجهك. خل بينا عاد ترى ربعه وعيش ملح، الانسان اللي تكلم انسان طيب، بس انت اللي حاط دوبك ودوبه، ترى بشتكي عليك عند جمعيه حقوق الانسان. طيب طيب يا انسان، لك لين اخر الشهر وعلي رفجه، ان ما طلعت لا يجيب لك الشرطه وقتك انت واغراضك برا. والله الرفجه بعد اللي تعرفه يا طماع يا تبكي.